ما جزاء الجواسيس الذين يجالسون المجالس؟ هل صلاتهم باطلة ومجلسهم؟ لقد ورد في الحديث القدسي أن الملائكة تقول حينما ترتفع إلى السماء، فيقول الله تعالى للملائكة: اشهدوا فقد غفرت لهم. فتقول بعض الملائكة: فيهم فلان لم يأتي للذكر، إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى جليسه. أرواح باش ما بغيت، هذا المجلس هو الوحيد، مجالس الذكر هي الوحيدة التي لو مات العبد مباشرة بعد خروجه من المجلس وخا كان وخا يكون ليكون ما دارش عمل مبرر مباشر تشمله رحمة الله. ولكن إلا مشغفل بقى سيمانة عاد يجي، وفي ذيك السيمانة دار وخدا ما عندي ما ندير له. لكن في هذه الوقيتة هذه كيقول ربي الملائكة منين قالوا له: فيهم فلان جاي يتجسس، وفيهم فلان جاي كذا، وفيهم فلان جاي يتبع، وفيهم. قال لهم سيدي ربي سمعتوا اللي دخل في هذوك راه دخل في رحمتي. أولئك القوم لا يشقى جليسهم.